السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد كباكة من قناة كباكة تي في. المحكمة تكشف حيثيات حبس سما المصري، إغراء يلفت الأنظار إلى الدعارة. فعلا ربنا كنت يعني أنا مش عايز أتكلم عن نفسي بس يعني وبلاش بقى يعني ربنا ستر فبلاش نتكلم. فسما المصري فعلا كانت فيديوهاتها كأنك بتتفرج على ستة بالإنجليزي، يعني إيه فكأنك بتتفرج على ستة بالإنجليزي. وفعلا فعلا انا طبعا زعلان عليها انها اتحبست عشان مش هتفرج على الحاجات اللي كنت بتفرج عليها، ولكن لمصلحه المجتمع ومصلحه الشباب ومصلحه الجيل اللي طالع انها تتحبس او تتربى او تعرف غلطها. ف حبسوها 3 سنين، صح؟ حبسوها 3 سنين. ربنا معاك يا طهره، وربنا يخرجك بالسلامه، وربنا يفك الضيقه، وياما في الحبس مطاييز. تنسوا تشتركوا في القناه وتشتركوا 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 في القناه